يكون مهم نعرفوا نوع البشرة ديالنا، واش دهنية واش جافة أو لا ميكست، يعني مركبة فيها مناطق اللي فيها الجفاف وفيها مناطق اللي فيها الرطوبة أو ميد ما بزاف، بحال هاد لازونتي اللي تسكن عندنا تسكن جينيرالمون ميد بحال البشرة ديالي. هاد البشرة هادي تنصح بمجموعة سونيا اون جام كومبليت، مجموعة كاملة. مابقاش عندنا عاود العكز أو شنو غادي نسبقو شنو غادي نوخرو، هاد لاتروس فيها لا جام كاملة أو العناية اليومية بهاد النوع البشرة اللي تتكون صعيبة في العناية ديالها، من جل مرطب، جل للغسل، كذلك جل للعناية أو الإشراقة بالبشرة. هاد المجموعة هادي تنصح بها صاحبات العناية أو صاحبات البشرة المركبة لابو ميكس، فقوموا بها يوميا غتحصلوا على نتائج جميلة جدا. وبس تزيدوا من جمالية هاد النتيجة هادي تنصحكم بهاد الايلاينر اللي تبعته هو لاكام سونيا ايلاينر. كل السيدات اللي تيقولوا لي تيصعب علينا نصبوا هذاك لو تخي، فهذا غادي يعاونكم بزاف. علاش؟ لان عنده اون بلوم اللي تضمن لكم التدقيق او هذيك لا بريسيزيون. هذه المجموعه غادي نضمنوا بها نتيجه مشرقه للبشره ديالنا كل يوم، على اساس انكم تداوموها طبعا على طيله الاسبوع. تنصحكم بلاكام سونيا لكل البشرات المركبه. اذا